في تمام الساعة 4:18 فجر يوم الاثنين، فاق الأهالي بالمحرر على حدث ما كان متهيئ لإله أبدا، زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر. ضرب مناطق واسعة جدا من الشمال السوري وكان مركز مدينة كهرمان مرعش. هذا الزلزال سبب عدد كتير كبير من الضحايا، إلى حد الآن أكثر من 1900 قتيل بمناطق شمال غربي سوريا، وأكثر من 12000 قتيل أيضا بمناطق متوزعة من تركيا. بهذا اليوم وبهي الساعة قدرنا نفهم ونعيش قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. السلام عليكم، عظم الله أجركم جميعا. ما في إنسان ما فقد قرايب أو أخ أو أخت أو ابن أو حدا من أهله أو أصدقائه أو جيرانه، لهيك عم نقول عظم الله أجركم جميعا. نسأل الله تعالى أنه يتقبل الشهداء اللي قتلت جراء الزلزال اللي ضرب مناطق شمال غرب سوريا، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين، والحمد لله على سلامة جميع الناجي. المصاب جلل يا جماعة، الشيء اللي صار كبير كتير كتير كبير، يعني عايشين فترة 12 سنة تقريبا من حرب وقصف، ما صار فينا مثل ما صار بالزلزال اللي انضرب. أنا اليوم بتاريخ 8/2/2023 بعد حدوث الزلزال، نحن اليوم بثالث يوم حدوث الزلزال، فرق الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية وفرق التطوعية والفرق والناس اللي طوعت لحتى تنقذ الناس لحد هاي اللحظة، وهي عم تنشر ضحايا جراء هذا الزلزال. الله يفرج على الجميع إن شاء الله، والله يحميكم جميعا. أنا موجود حاليا بمدينة حارم، فبدنا نحاول نشوف نلتقي مع الناس كيف صار وقت الزلزال وشو صار معهم وما بعده ولحد هاي اللحظة، فخليكم معنا. لأنه هون باقر عم نساعد هالناس، هل بنقدر عليه؟ من وين ساكن؟ والله ساكنين بالتوامي شرق الدار. بعيدة؟ إيه والله يا طيب. الله يبارك فيكم يا الله يسلمك، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم، يكتب أجركم إن شاء الله. بيت السلام. صار لكم من أول يوم الزلزال وأنتم موجودين؟ صارنا من مبارح والله. من مبارح، شو تقريبا تم انتشار من مبارح لليوم مثل يعني اللي شفتوه أنتم؟ والله اللي شفناه حاليا تقريبا شي 15-20 من مبارح لليوم. وفاة. وفاة، في ناس طلعت عايشة؟ لا والله للأسف ما في والله. شايفين يا جماعة وراي أحياء بالكامل مهدمة، هاي الأحياء كلها مأهولة بالسكن. مثل ما نعرف كلياتنا أنه الشمال المحرر هو يعتبر بقعة جغرافية صغيرة فيه عدد سكاني وتكتل سكاني هائل، فأي بناء راح يكون موجود فيه ناس، وبناء نزل على الأرض وكل بناء انهدم هو كان فيه ناس، في مين نجا وفي مين انصاب وفي مين قتل. والله فقدنا كثير، يعني جيران واهلي عنا واخوه يعني في اولاد عمنا كثير هون، يعني في اربع اشخاص طلعناها من الشقه هون، يعني ثلاث صبيين بنت صبيين وبنت والامير استشهدوا، او اولاد عمي بيت البزاز، وفي جماعه يعني هلا عم ينقذ عم نشيل مع الشباب يعني اللي عم تستشهد هون. بعد ثلاث ايام لسه عم يطلع لحد الان؟ الله اعلم، يعني لازم هون بالمنطقه هون في لازم لازم لسه في عالم مفقود، لسه في عالم مفقود. حتى امبارح خيو بالليل هون الساعه 11 بالليل نحن هون طالعنا بنت عمرها 10 شهور هون بالشقه محل التراكسات هذول. حول ولا قوه الا بالله. هلا تم انتشار احد الضحايا يا رب العالمين. بسم الله ونعم الوكيل. طفل يا طفل. هاي لما شفتوها هلا كان صار لها 3 ايام عم تنتظر بنت، 3 ايام وهي واقفة هون وكل ما منتشر جثة عم تركض عليها، وهي على امل انه بنتها تكون عايشة، للاسف هلا خرجت بنتها والمرأة متوفاة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ان شاء الله ما فقدت حدا من اهلك؟ لا الحمد لله. احكي لي شو صار؟ والله ما بنعرف، اجانا هالزلزال فجأة وكثير يعني عالم تأثرت وماتت عيال الله يرحمهم، يعني صار زلزال كثير صعب وتأثرنا كثير، يعني كثير هيك شغلات عالم كثير ماتت. شو عمرك انت؟ عمري 13 سنة. 13 سنة، أول مرة بتعيش هيك شيء؟ إي والله، يعني صحيح جانا قصف وهيك بس ما مثل هيك والله.
انه نزلت بنايات وعالم ماتت كل القضاء الله يرحمه. كنا نايمين بالليل فجأة بفيدي العيلة انه في هزة ارضية، قمنا كمشنا الاولاد طبعا بدون صحاوي، اخذناهم استنى الكل لبرا، البناية طبعا عم تهر علينا، بلشت البلوك يهر علينا من شميته، صرنا برا على البناية، البناية سلتت، فكرنا انه صار انه قامت الايام من وراء الهزة الارضية او من وراء الشيء اللي صار. ان شاء الله ما فقد حدا من اهلك. الحمد لله رب العالمين حطانا سايين، بس كل اهل البناية توفوا ما ضل حدا منهم. البناية اللي كنت ساكن فيها طبعا هاي البناية اللي جنبي كلها نزلت على الارض ما فيها ولا حدا طلع. وانت هاي بنايتك؟ هاي بنايتي، هاي اللي شايفينها هاي هنا. هاي بنايتي الطابق الاول، هاي الطابق الثاني ثالث رابع ولا حدا طلع منها، كلهم توفوا. بسم الله عم بيطلعون هلا تحت الانخاض. لحد الان في ناس لحد الان في تحت العالم طلعون وعالم لسه ما طلعوا. جماعة راح اطلع من حارم حاليا واتجه باتجاه سلقين، لانه كمان تعتبر من اكثر المناطق اللي اتضررت بسبب الزلزال. جماعة وصلنا على سلقين، لكن اللي استغربته انه المسافة من حارم لسلقين تقريبا بعرفها بتاكل شي ربع ساعة، بس اليوم بسبب الازدحام والمعدات الثقيلة اللي موجودة بالشوارع اللي هي عم تنقذ الناس وكثرة سيارات الإسعاف في ازدحام، هاي شغلة. والشغلة الثانية انه اضطرينا نفتل فتلة طويلة لانه الطريق الرئيسي تبع سلقين وحارم مسكر من الابنية اللي اتدمرت. ما ممكن اوصف لكم المنظر اللي انا شايفه بعيني هلا، وما راح اقدر اصور لانه ما في انارة ابدا، فلهيك راح نورجيكم ونستعين بتصوير صورناه امبارح لحتى تشوفوا حجم الدمار اللي صاير بسلقين. شهداء والله على 28 بالمئة. الله يتقبلهم يا رب. الحمد لله على سلامة الكلام. الله يسلمك يا رب. وصلت حاليا على منطقة بسنيان اللي تعتبر من اكثر 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 المناطق المتضررة جراء الزلزال اللي ضرب مناطق شمالي غرب سوريا، ولقيت الابطال مريحين. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يقويكم. كم يوم صار لكم تقريبا بنفس النقطة؟ هذا اليوم الثالث لكم؟ الرابع. لا الثالث، أنت معلم ضايع. والله ما ضاعت والله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله صحتنا قوية، همة الشباب، كل الدفاع المدني السوري همته قوية جدا جدا، لم نضعف. الله يبارك فيكم. على الدفاع المدني ما شاء الله، يعني مثل ما بقولوا رايته بيضة من زمان وراح تظل بيضة. واحنا شعارنا بهذا الحدث ما بنعرف النوم، لا بنعرف نقعد، هسه قاعدين عم نستنى التعليمات لحتى نتوجه على مكان ثاني. يعني ما انه خلاص قعدنا المكان هذا، ان شاء الله ان شاء الله باذن رب العالمين انه شبه خالص شبه خالص، ولكن عم نستنى التعليمات مشان نتوجه على مكان ثاني. يعني ما بننام ما بنمل ولا بنتعب، لانه اللي تحت الركام هم اهالينا واخوتنا واحبائنا.